السلام عليكم ورحمة الله. أبناء الأعزاء، طلبة الصف الثاني، أهلا بكم. خدنا المرة اللي فاتت الإحساس في النبات، الإحساس في النبات، وقلنا الإحساس في النبات بيشمل حاجتين. أول حاجة اللي هو الإحساس بالنسبة لللمس والظلام، وخدنا مثال عليه اللي هو نبات المستحية. النهاردة بنتكلم عن الحاجة التانية، الإحساس في النبات، اللي هي عملية اسمها عملية الانتحاء. يبقى إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الحاجة التانية اللي هي عملية مين؟ الانتحاء. أول حاجة نعرف يعني انتحاء الأول. يبقى أول حاجة نعرفها، أول معلومة نعرفها، معنى كلمة انتحاء يعني إيه؟ انتحاء معناها انحناء. طب مين اللي هينحني؟ يامة الساق يامة الجزر نحو مؤثر خارجي. يبقى عندي تعريف اللي هو الانتحاء، لما نعرفه بقول عبارة عن انحناء الساق أو الجذر زي ما احنا اتفقنا النبات. طب هينحني يامة مين؟ قلنا نحو أحد العوامل، والعوامل دي زي ايه؟ زي الضوء أو الرطوبة أو الجاذبية الأرضية. يبقى عندي في ثلاث حاجات أو ثلاث عوامل هتأثر على مين؟ على الساق أو إيه؟ أو الجذر بتاع النبات. الثلاث حاجات اللي هم إيه؟ الضوء، الرطوبة، ومين؟ والجاذبية الأرضية. والله لو الساق راح يامة الضوء أو الجذر بعيد عن الضوء، في الحالة دي بسميها اللي هو انتحاء ضوئي. لو كان عندي المؤثر أو العامل الرطوبة اللي هي المية يعني، هسميها انتحاء مائي. أما لو كان العامل عندي المؤثر الجاذبية هسميها انتحاء أرضي. يبقى معنى كده عندي في ثلاث أنواع من الانتحاء. أنواع الانتحاء عندي ثلاثة. يبقى عندي هنا دي عبارة عن إيه؟ أنواع الانتحاء. زي ما احنا اتفقنا لو المؤثر عندي الخارجي الضوء هسميها انتحاء إيه؟ ضوئي. لو المؤثر اللي هي المية أو الرطوبة هسميها انتحاء مائي. لو المؤثر عندي اللي هي الجاذبية هسميها انتحاء إيه؟ أرضي. هنبدأ كده نتكلم النهارده على أول نوع عندنا اللي هو مين؟ الانتحاء الضوئي. يبقى احنا هنتكلم على الانتحاء مين؟ الانتحاء الضوئي. احنا اتفقنا هنا مؤثر مين؟ زي ما احنا اتفقنا اللي هو الضوء. طب لما اجي اعرفه يعني ايه انتحاء ضوئي بقى؟ هو عبارة عن استجابة النبات. ويفضل هنا النبات النامي اللي هو لسه طالع من البذرة، علشان يتأثر بأي عامل خارجي لمؤثر خارجي. لمؤثر ايه؟ خارجي. المؤثر هنا ايه؟ هو الضوء. يبقى عند المؤثر اللي هو مين هنا؟ الضوء. طبعا عندي هنا زي ما احنا هنشوف دلوقتي، هنلاحظ ان الساق هيروح يعمل الضوء، والجذر هيروح بعيد عن مين؟ عن الضوء. طب في تجربة عندنا عشان نفهم الموضوع ده. التجربة دي عبارة عن ايه؟ هنحضر صندوق أسود أهو، جميع الجهات مقفول ما عدا في يمة واحدة بس مفتوحة، واليمة ديت بينفذ منها الضوء، ضوء الشمس. هنا هحط داخل الصندوق اللي عندي اللي هو كأس. الكأس ده فيه مية، ده عبارة عن مية، والمية ديت أنا أبدأ أجيب قطعة من الفلين. دي عبارة عن إيه؟ قطعة منين؟ من الفلين. قطعة الفلين ديت أنا أعمل فيها فتحة وأعدي منها اللي هو نبات مستقيم، بادرة نبات مستقيم، وابدأ أسيب التجربة ديت عدة أيام، واحد زي ما احنا قلنا مقفولة من جميع الجهات ما عدا يمة واحدة بس معرضة لمين؟ معرضة لإيه؟ للضوء. إيه اللي أنا هشوفه؟ المشاهد عندي هلاحظ حاجتين. هلاحظ إن الساق هيبدأ ينحني يمة مين؟ يمة الضوء. أما الجذر هيروح بعيد عن مين؟ عن الضوء. يبقى عندي هنا تاني
الساق ايه اللي يحصل له؟ هينحني يمة مين؟ يمة الضوء، فعشان كده بسميه موجب الانتحاء. اما الجذر هيروح بعيد فبسميه سالب ايه؟ الانتحاء الضوئي. يبقى احنا دلوقتي استنتجنا حاجتين، ان الساق ماله؟ موجب الانتحاء الضوئي. اما الجذر عندي ماله؟ سالب الانتحاء الضوئي. طيب لو احنا حاولنا نفسر الكلام ده، هو ايه اللي خلى الساق يروح يمة الضوء؟ معنى كده ان الجزء البعيد عن الضوء اللي هو الجزء ده بدأ يحصل له عملية نمو أكبر من الجانب المواجه للضوء. يبقى هنا تاني الساق ايه اللي خلاه ينحني يمة مين؟ يمة الضوء. الجزء البعيد عن الضوء نما وكبر أكتر من الجزء المواجه مين؟ للضوء. العلماء عشان نشوف الكلام ده، في أحد العلماء العالم ده اسمه بويسون جونسون بدأ يعمل تجارب علشان يتأكد من الموضوع ده، فجاب نبات. النبات ده اسمه اللي هو نبات الشوفان، بادرة نبات الشوفان، وبدأ يعمل بعض التجارب على نبات مين؟ على نبات الشوفان. ايه اللي عمله اللي هو بيسون جونسون؟ اول حاجة جاب اللي هو نبات الشوفان زي ما احنا قلنا، وبدأ يعرض النبات ده الى الضوء. يبقى عندنا نفترض ان هي دي البادرة اهو، دي بادرة مين؟ الشوفان. بدأ يعرضها لمين؟ للضوء. ديت أشعة ايه؟ أشعة الضوء. فلاحظ ايه؟ لاحظ ان النبات ده بيبدأ ينحني تجاه الضوء، بيبدأ ينحني يمة مين؟ يمة الضوء بالشكل ده. دي أول تجربة عملها. يبقى هنا تجربة تاني، عرض نبات مين قلنا؟ اللي هو نبات الشوفان للضوء، لاحظ إن الساق بينحني يمة مين؟ يمة الضوء. التجربة التانية اللي هو عملها بعد كده، جاب نبات الشوفان برضك أهو، بس المرة دي عمل في ايه بقى؟ نزع القمة النامية، الجزء الفوقاني ده شاله. يبقى هنا عمل ايه؟ عملية نزع لمين؟ ليه؟ للقمة الغلاف الورقي اللي هي بيسميها القمة النامية. فلاحظ هنا وعرضه برضك لمين؟ إلى الضوء. لاحظ المرة دي عدم انحناء الساق. الساق بدأ ينمو مستقيما ولم ينحني يمة مين؟ يمة الضوء. دي التجربة التانية. التجربة التالتة اللي عملها، بدأ يجيب اللي هو النبات ده اللي هو قطع بيه اللي هي القمة النامية، وبدأ يلزقها مرة تانية، يرجعها القمة النامية ديت اهو عن طريق مادة بسميها مادة اللي هي جيلاتين. يعني ده عند النبات اهو، جاب مادة قلنا مادة اسمها ايه؟ جيلاتين. ها بدأ يحطها كده عشان يلزق بيها مين؟ اللي هي القمة النامية بالشكل ده. والجيلاتين ديت لها القدرة ان المادة اللي هتعدي من هنا تخترقها، يعني في مواد كيميائية هنعرفها دلوقتي ممكن تعدي خلال مادة مين؟ الجيلاتين. لاحظ ان الساق بينحني تجاه الضوء، طبعا هنا عرضه للضوء برضه، فلاحظ ان القمة او النبات بينحني يمة مين؟ يمة الضوء. التجربة الأخيرة اللي هو عملها، التجربة الأخيرة، إن بدأ يحط صفيحة من معدن زي الميكا، يعني جاب النبات أهو فصل اللي هي القمة النامية، بعد كده جاب صفيحة معدنية من مادة اسمها مادة الميكا، وبعد كده بدأ يحط عليها مين؟ اللي هي القمة إيه؟ النامية. لاحظ في الحالة ديت أهو عدم تأثر النبات بمين؟ بالضوء. يبقى النبات هنا لم ينحني يمة مين؟ يمة الضوء. يبقى دي عندي رقم واحد، دي رقم اتنين، تلاتة، أربعة. يبقى في رقم واحد هنا تاني، قلنا هنا اللي حصل لما عرض النبات إلى الضوء،
بدأت تنحني اللي هي البديرات زي ما احنا قلنا يامة مين؟ يامة الضوء. معنى كده ان الجزء اللي عندي ده اللي هي القمة النامية بدأت تفرز مواد معينة سميت هذه المواد باسم الأوكزينات. سميت باسم ايه؟ أوكزينات. هذه المواد الكيميائية هي اللي خلت ان الساق ينحني يامة مين؟ يامة الضوء. عملت ايه الأوكزينات ديت؟ زودت اللي هي الجانب البعيد عن الضوء، بدأ الجانب ده يعني الجانب ده بالنسبة لي الضوء جاي من اليمادي، فاليمادي اسمه جانب اللي هو مضيء والجانب ده اللي هو بعيد عن الضوء، فالجانب البعيد عن الضوء بدأ ينمو بمعدل أكبر من الجانب المواجه لمين؟ للضوء. التجربة التانية زي ما احنا قلنا نزع فيها مين؟ القمة النامية. ايه اللي حصل عندي هنا؟ اللي حصل عندي هنا ان النبات لم يتأثر بإيه؟ بالضوء. معنى كده ان فقد قدرته على ايه؟ على الانتحاب. التجربة الثالثة اللي هو عملها قلنا حط هنا مادة اسمها قلنا مادة ايه؟ مادة اللي هي الإيجار، وقلنا المادة ديت دي مادة جيلاتين. جيلاتين مادة الجيلاتين ديت وحط عليها اللي هي مين؟ القمة النامية. بعد ما نزعها لاحظ ان النبات لما بيعرضه للضوء بدأ يتأثر. معنى كده ان الأوكزينات بدأت تنفذ من هنا وبدأت ايه؟ تأثر على مين؟ على الجزء برضك اللي هو بعيد عن مين؟ بعيد عن الضوء. التجربة الرابعة اللي حط هنا قلنا فيها اللي هي قطع معدنية اللي هي صفيحة من الميكا، وقلنا دي بتعمل كمادة عازلة. هنا الأوكزينات اللي هي فرزتها القمة النامية لم تستطيع النفاذ خلالها، وبالتالي هنا النبات لم يتأثر عند تعرضه لمين؟ للضوء. فسر الكلام ده ونعرف الأول يعني إيه أوكزينات. يبقى أول حاجة نعرفها الأول كلمة أوكزين دي معناها إيه؟ الأوكزينات ديت عبارة عن مواد كيميائية. مواد كيميائية. مواد إيه؟ كيميائية. طب مين اللي فرزها؟ زي ما إحنا اتفقنا اللي هي القمة إيه؟ القمة النامية. يبقى عندنا بتفرزها القمة النامية. لمين طبعا؟ للنبات. واحنا قلنا الاوكزينات ديت بتتاثر بالعوامل مين؟ الخارجيه، وتتاثر بشكل كبير بالعوامل الخارجيه. طب ايه العوامل الخارجيه اللي هي تتاثر بيها؟ ما احنا قلنا عندنا في ثلاث عوامل لو احنا مركزين. كان اول عامل اللي هو عندي اللي هو الضوء أو الرطوبة أو الجاذبية، الجاذبية الأرضية. إحنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ على الضوء. يبقى إذا العامل هنا بالنسبة لي هنا اللي هو مين؟ اللي هو الضوء. واتفقوا برضك العلماء إن كمية الأوكزينات بيكون غير متساوية على جانبي الساق. كمية الأوكزينات غير متساوية على جانبي مين؟ الساق. بمعنى إن الجانب اللي هو بعيد عن الساق، الجانب اللي هو بعيد عن الضوء، بيكون فيه نسبة الأوكزينات أكبر من الجانب اللي هو مواجه للضوء، فعشان كده بينمو بمعدل أكبر. يبقى عندي هنا في حاجة استنتجناها. الأوكزينات دي الأول عبارة عن مادة كيميائية بيرجح إنها تكون أكثر شيوعًا، اللي هي حاجة اسمها أندول حمض الخليك. أندول حمض إيه؟ الخليك. إحنا اتفقنا دلوقتي عندنا نسبة الأوكزينات في الجانب البعيد عن الضوء قلنا بيكون ايه؟ أكبر ولا أقل؟ تمام، أكبر من نسبتها في الجانب المواجه لمين؟ للضوء. وبالتالي الجانب اللي هو بعيد عن الضوء ده بينمو بمعدل اكبر من الجانب المواجه لمين؟ للضوء. يبقى عند الجانب البعيد ده بينمو بمعدل اكبر، اما الجانب اللي هو مواجه للضوء هينمو بمعدل بس ايه؟ معدل المره دي اقل.
والكلام ده بيؤدي مين إلى انحناء الساق. أحد العلماء بدأ يتأكد من الكلام ده. العالم ده اسمه فينت. العالم اسمه إيه؟ فينت. العالم ده عمل تجربة على نبات الشوفان برضك، بس هنا عمل تجربة مختلفة شوية. جاب نبات الشوفان وبدأ يعرضه للإضاءة. بعد ما عرضه للإضاءة بدأ يفصل القمة النامية ويحطها على قطعتين من الإيجار. يعني لو عندي ده اللي هو عبارة عن القمة النامية بتاع نبات الشوفان، بدأ زي ما احنا اتفقنا يعرضها لمين؟ إلى الضوء. بعد ما عرضها للضوء بدأ يحطها على قطعتين، دي القمة عندها، بدأ يحطها على قطعتين منين؟ من مادة اسمها مادة الأجار. دي قطعة الأولانية ودي التانية أو بالشكل ده. يبقى عندي ديت، قلنا دي اسمها ايه؟ دي القمة النامية اللي هي قمة الغلاف يعني بتاع اللي هو النبات. عرضها للضوء، بعد ما عرضها للضوء بدأ فصلها وبدأ يحطها على مين؟ على قطعتين من الأجر. وعندنا هو بدأ يحط بينهم، يعزل بينهم عن طريق اللي هي صفيحة من مادة معدنية، تمام، علشان يعمل كعازل بينهم هما الاتنين. احنا اتفقنا الجانب ده هو اللي كان معرض لمين؟ للضوء. بدأ يقيس نسبة اللي هي الأوكسجينات في الجانب ده والجانب ده، شوف يا ترى متساوية ولا لا. لاحظ حاجة معينة، لاحظ ان الجانب اللي هو بعيد عن الضوء اللي هو ده نسبة الأوكسجينات فيه أعلى من اليمة دي. لاحظ ان هنا حوالي 65% وليمة الضوء حوالي 35%. يبقى هنا تاني لما قاس نسبة الأوكسجينات في قطعة الأجار في الجانب البعيد عن الضوء كان كام؟ 65%. الجانب اللي هو مواجه للضوء أقل اللي هي حوالي كام؟ 35%. عمل التجربة الأخيرة، بدأ يجيب نبات تاني. النبات ده لم يعرض للضوء، ده نبات عادي اهو لم يعرض لمين؟ للضوء. وبدأ يحط عليه القمة اللي هي كانت معرضة للضوء، القمة اللي احنا فاصلينها حطها عليها أو بالشكل ده، حطها على النبات ده. لاحظ ان النبات بدأ يتأثر وينحني اكنه معرض للضوء. بدأ ينحني يا متنين يم بالاتجاه ده، اكنه بالظبط معرض لمين؟ للضوء. بدأ يفسر الكلام ده وقال ايه؟ قال والله احنا عندنا زي ما احنا اتفقنا ان عندنا حاجة اسمها اللي هي ايه؟ الأوكسجينات. اللي هي مين؟ الأوكسجينات. والأوكسجينات ديت النسبة بتاعتها غير متساوية. غير ايه؟ غير متساوية. عندي زي ما احنا اتفقنا في الجانب اللي هو بعيد عن الضوء نسبتها اكبر من الجانب اللي هو مواجه مين؟ للضوء. فعلشان كده الجانب ده بينمو اكبر من الجانب ده. يبقى خلاصة الكلام، عندنا دلوقتي اتكلمنا على الساق، تمام. الساق زي ما احنا اتفقنا هو راح يمت المؤثر ولا لا؟ هو مين المؤثر عند اللي احنا بنتكلم عليه النهارده؟ اللي هو الضوء. هو راح يمته ولا لا؟ دايما بيروح يمته. فعشان كده بسمي الساق منتحي ضوئي موجب. منتحي ضوئي موجب. طيب المنتحي الضوئي الموجب ده زي ما احنا اتفقنا جانب اللي هي او نسبة الأوكسجينات في الجانب البعيد عن الضوء بيكون اكبر من الجانب القريب منين؟ من الضوء، وبالتالي بيؤدي الى انحناء الساق تجاه الضوء. اما بالنسبة للجذر العكس، الجذر بسميه منتحي ضوئي سالب. سالب يعني ايه؟ يعني بيروح بعيد عن مين؟ بعيد عن الضوء. يعني لو عند ده النبات اهو زي ما احنا اتفقنا، لو ده عند النبات كان معرض للضوء بالاتجاه ده، النبات بيبدأ ده الساق بتاعنا اهو بينحني بالشكل ده. الساق زي ما احنا قلنا بيروح يمت مين؟ يمت الضوء. اما الجذر بيروح بعيد عن مين؟
بعيد عن الضوء. طيب احنا اتفقنا هنا عندنا الجانب ده هو الجانب البعيد عن مين؟ الضوء جاي من هنا، ده الضوء، الضوء جاي كده، ده الجانب البعيد. فالجانب ده كده هنا في الجزء ده كده نسبة الأوكسجينات طبعا بتطلع من أعلى إلى أسفل، بتفرز منين؟ من القمة النامية وتبدأ تنزل لإيه؟ إلى أسفل. وقلنا النسبة اليمادي في الجانب البعيد أكبر من الجانب اللي هو التاني، احنا قلنا هنا كام؟ 65%، وهنا كام؟ 35%. وبالتالي هنا 65% بتنشط خلايا الساق وتخليها تنمو بمعدل أكبر من الجانب الآخر، والكلام ده بيؤدي لمين؟ إن يخلي الساق عندي منتحدة وإيه؟ موجب. يبقى إذا لو جالي سؤال وقال لي أعلل ليه الساق منتحي ضوئي موجب؟ هقول له لأن نسبة الأوكسجينات في الجانب البعيد عن الضوء تكون أكبر 65%، تكون أكبر من الجانب المواجه للضوء اللي هي كام؟ 35%، مما يؤدي إلى زيادة نمو الجانب البعيد عن الضوء بمعدل أكبر، مما يؤدي إلى انحناء الساق تجاه مين؟ الضوء. طب نيجي للجذر بقى. الجذر إحنا اتفقنا الجانب ده نسبة الأوكسجينات فيه أكتر، إحنا قلنا اليمادي 65%، وهنا 35%، يعني هنا أكتر. هنا بالنسبة للجذر بتعمل عمل عكسي. يبقى هنا لما الأوكسجينات بتزيد، إحنا قلنا بالنسبة للساق بتنشطه، تنشط الخلايا، بتخليها تكبر بمعدل أكبر. أما بالنسبة للجذر بتعمل عمل عكسي، يعني بتثبطه، تثبطه يعني تقلل النمو بتاعه. فالجانب ده فيه أوكسجينات كتيرة. فاليما ده اليما ديت هينمو بس بمعدل أقل، وهنا بينمو بمعدل أكبر، وبالتالي هنا بينحني الجذر بعيدا عن مين؟ عن الضوء. فعشان كده سميته إيه؟ منتحي ضوئي إيه؟ سالب. يبقى عندي هنا الأوكسجينات تأثيرها مختلف. في الصاق بيكون لها تأثير إيجابي إنها بتنشط للخلايا وبتزود نمو، أما بالنسبة للجذر لو زادت هتعمل عمل إيه؟ عمل تثبيطي وتقلل مين؟ نسبة النمو.